هو غيجي هو هو غنحضروا راه كيصور راه كيصور فيه ايوا في حد الضو لا بولات يعني ايه هاد البولات هاد البولات راه كيبقاو كيوقع من طيفه جاوا بالليل علاش اساس الضو ما كاينش كيوقع الكريساج هنا بالليل ثم الضو نعس داروا واحد جوج بولات ليه شي الاخر بقى هنا داير معدا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في محكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان كما كتشاهدوا معنا في هذه الأثناء فكاين واحد البير كمائية كبيرة في وسط المدينة والمشكل هو هذا البوط الضو عريان والساكنة كل شيء خايفين هذا البوط واعري كيأثر بزاف هذا سي امبوسيبل باش يطلع داخل يعني اي حاجه الله يحفظ بحال قلتيها بحال يقدر اي حاجه توقع منه حيت ما وصلش هذاك السيركوي لو وصل الماء تزاد من القدام وضرب شي خيط راه غيوقع نفيد نعم كما سمعتوا معنا المتابعين الكرام فإلى تزاد نسبه المياه واخا غير شويه الله يحفظها توقع شي كارثه هنايا يعني كاع بحال مثلا هذا المويه الكبار ولا كيجي ولا شي حاجه بحال في خطر كبير دابا الان حد في الاثناء كاين الشتا كتصب في الاثناء متابعينا الكرام كاين امطار خير في هذه الاثناء كاين يعني الى تزاد المنسوب ديال المياه وطلع شويه راه غادي تكون كارثه راه تقع كارثه في هذه البلاصه كما كتشاهدوا معنا الان بث مباشر انتم كتشاهدوا معنا في هذه الاثناء كاين كاين تساقط ديال الامطار بودل الضوجه وسط البركه المائيه راه هو اللي شاف واخا يضرب واخا يضرب الخيوط هادو باقا ما كاينش كاين من فوق كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام يعني كيدوز اي رموك ولا اي حاجه كدوز كبيره يعني الماء كيفيض بزاف هنايا تبقى شي حادثه يا رب السلامه الله يحفظ تبقى شي حادثه هنايا فالماء اللي طلع غتبقى شي كارثه هنايا فوجب تدخل السلطه المحليه وما اللي الماء يدخلوا فلا بد صراحه فهذه كارثه صراحه كارثه كنوجدوا من هذه البلاصه من هذا المكان متابعينا الكرام فالله يحفظ تبقى شي كارثه كبيره غادي توقع فيجب تدخل المسؤولين المجلس البلدي يدخل والسلطه المحليه تدخل فضروري ولا بد خاص السلطه المحليه تدخل والمجلس البلدي يدخل باش يفك هذا المشكل لان منسوب المياه غادي وكيطلع منسوب المياه غادي وكيتزاد فإلى وصل المقاس دوك الخيوط ديال الضو غاتوقع شي كارثه غادي توقع شي كارثه الله يحفظ يا ربي السلامه والشيء اللي ما كنبغيوش كاملين الشيء اللي ما بغيناش كاملين وقع كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام فهذه بركه مائيه في مدينه بن سليمان والمشكل الكبير هو بوطو ديال الضو عريان يعني الى وقع شي تماس كهربائي الله يحفظ غتبقى شي كارثه فإلى تزاد منسوب المياه اكثر غتبقى شي كارثه متابعينا الكرام في الأثناء بالضبط متابعينا الكرام اختي هنا راه اتصلنا بهم كنتسنى فيهم يجيو اتصلنا مالي الضو باش يحضروا فمصيبه هذه كما كنقولوا كبيره يا ربي الله يحفظ لما وقعت شي حاجه فهاد البلاصه اللي كتربط بين حي الحسني والسينما المنزه فمشكل كبير
كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، نتوما معنا بث مباشر من مدينه بن سليمان. هذه الطريق كتربط بين الحي الحسني وسينما المنزه قرب مدرسه الفارابي الابتدائيه، فهذا الشيء خطير وبزاف. فضايد الماء كما كتشوفوا معنا، شنقول بركه مائيه ولات هنا صراحه، مازال مياه غادي كيتزاد والشتا كتصب. فالله يحفظ وصافي، الله يحفظ وصافي. الا زاد طلع الماء شويه الفوق غتبقى شي كارثه. الا تزاد الماء الفوق غتبقى شي كارثه. فنعم اختي حنفي، خويا حنفي، حنا كنتسناو في هذا الاثناء متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، فيجب تدخل المكتب الوطني للكهرباء، يجب تدخل المكتب الوطني للكهرباء باش يفكوا هذا المشكل. ولات عندنا بركه مائيه هنايا، بركه مائيه، فالناس حاطين السلعه ديالهم هنايا كترزقوا بها الله، كما شفنا فرحه غرقات لهم السلعه ديالهم. كتشاهدوا من عيطو ما كتجي كترجع. فمتابعينا الكرام، فوجب تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كذلك وجب تدخل المجلس البلدي. في هذا الاثناء كاين الشتا كتصب، في هذا الاثناء كاين الشتا كتصب، في هذا الاثناء الشتا وتمطر، في هذا الاثناء فالشتا وتمطر يا ربي السلامه. الى تزيد منسوب المياه غتولي شي كارثه. اللي طلع من سوب مياه وصل لهاد البلاصه لهاد الفيزيبل فالله يحفظ. الى صعد من سوب مياه وصل الفيزيبل فالله يحفظ يا ربي السلامه، ماشي اللي كنتمنوا كاملين. فوجب تدخل السلطه المحليه والمجلس البلدي، وكذلك كذلك كذلك ومؤكد تدخل المكتب الوطني للكهرباء باش يقطعوا الكهرباء في هاد العمود. الله يحفظ كما كنقولوا متابعينا الكرام. فكما كتشاهدوا معنا في ولات بركه مائيه هذه الطريق، الطريق ولات عامره كامله كما كتشاهدوا متابعينا الكرام. المشكل اللي كاين هي بوط ديال الضوء جا وسط البركه المائيه باش تسقط الامطار، فيجب تدخل المسؤولين، يجب تدخل السلطه المحليه، يجب تدخل المجلس البلدي، المجلس البلدي يجب تدخل المكتب الوطني للكهرباء باش يفكوا هذا المشكل، لان هذا كبير وكيهدد خطر السكينه. ففي هذا الاثناء، في هذا الاثناء الشتا كتصب، في هذا الاثناء الشتاء وتمطر متابعينا الكرام، في هذا الاثناء الشتاء وتمطر متابعينا الكرام، والناس مازال كيدوزوا عادي. يعني الله يحفظ لو وقعت اي حاجه راه غتوقع شي كارثه هنايا. شوفوا منسوب المياه فين كيوصل، الله يحفظ توقع شي كارثه. هادشي مناش خايفين كاملين متابعينا الكرام. كما كتشوفوا معنا كيدوز اي سياره كبيره بقاو شاهد معنا، واش منسوب المياه فين كيوصل، شوفوا منسوب المياه فين كيوصل، الله يحفظ توقع شي كارثه. هادشي مناش خايفين كاملين. وجب تدخل السلطة المحلية، راه مشكل كبير هذا، ولا مشكل كبير. وجب تدخل المجلس البلدي، تدخل المكتب الوطني للكهرباء، فلا بد لا بد متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، خطر كبير كيهدد الساكنة ديال الإقليم، الناس كلشي مخلوعين. شتا في الأثناء الشتا كتصب، في الأثناء أمطار الخير، الدراري الصغار ما كيعرفوش كما كنقولوا كيدوزوا عادي. يعني الله يحفظ، الله يحفظ لا قدر الله وقعت شي حاجه راه غتكون شي مصيبه. حيد من تمايا، حيد من تما بابا، حيد من تمايا بعد ما حد الضوء. ففي هاد الأثناء الشتاء وتمطر متابعينا، كان في هاد الأثناء الشتا كتصب. في هاد الأثناء الشتا كتصب متابعينا، كان في هاد الأثناء، في
في الاثناء شي جا اوتومطير متابعينا الكرام، فالله يحفظ الله يحفظ الله يدير شي تمويل للخير كما كنقولوا. فاش الشتا كتصب منسوب المياه الى تزاد تبقى شي كارثه. هذا رساله من هذا المنبر، رساله من هذا المنبر، الى تزاد منسوب المياه وصل داك الفيزيبل ديال الضو غتوقع شي كارثه، غتوقع شي كارثه. فلحد الساعه درنا الفيديو الاول مازال ما جاوش السلطه المحليه، ما دخلاتش المجلس البلدي، وما دخلش المجلس البلدي لحد الساعه، ما دخلش المجلس البلدي وما دخلش السلطه المحليه. هذا مشكل كبير، مشكل كبير كيهدد الساكنه. متابعينا الكرام، في شتاء تمطر بلا زهره في الاثناء كما كتشاهدوا معنا. وجب تدخل السلطه المحليه، وجب تدخل السلطه المحليه متابعينا الكرام باش يفكوا هذا المشكل الكبير. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، بركة مائية ولا تمديد في سليمان في هذا الأثناء، فكنتظر تدخل السلطة المحلية، كذلك كنتظر تدخل المجلس البلدي باش يحل المشكل، وكنتظر تدخل ديال المكتب الوطني للكهرباء. فهذا خطر كبير كيهدد الساكنة، خطر كبير كيهدد الساكنة، نذكركم خطر كبير كيهدد الساكنة في سليمان. خويا سطيف، هذا الفيديو دابا مباشرة، حنا دابا مباشرة خويا سطيف، مكاينش فيديو مديم ومشي خدم. الفيديو ديال دابا حنا دابا بث مباشر معكم، بث مباشر الان متابعينا الكرام. هذا خطر كبير كيهدد الساكنه متابعينا الكرام. في الاثناء الشتا كتصب، في الاثناء الشتا كتصب بزاف، في الاثناء امطار خير تتهاطل مدينه بن سليمان. لذا الله يحفظ توقع شي كارثه، الله يحفظ توقع شي كارثه. الفوطو ديال الضو وصل الماء، الفوطو ديال الضو جا وصل الماء، وصل البركة المائية، فالله يحفظ. إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.